يسكن مبتسما في برواز ولا يستطيع تهنئة أمه في عيدها، فقد استشهد في ريعان شبابه في الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي والمخلوع على عدن. وكما تحمله أمه جرحا تحتضنه فخرا، فقد افتدى وطنه الذي يحاول في هذه القاعة تكريم أمهات الشهداء. طبعا نحن مفخورين بمحمد بأمثال محمد، الحمد لله، بس يظل ألم الفراق والشوق، لكن نحن يعني فخورين مبسوطين ان انتصرنا وان بلادنا حرية. يكفي انك ما تشوفش حد يذلك في بلادك. الحفل الذي نظمته مبادرات شبابية وحضره مسؤولون تضمن فقرات فنية عن الأم ومناسبته العالمية التي تصبح هنا مناسبة للتنويه إلى ملف أسر الشهداء وأمهاتهن اللاتي لا يعوضهن مجرد احتفال. هدفه كان لفت نظر الجهات الحكومية لأمهات الشهداء وتعزية الأمهات الشهداء كصفات أبنائهم وتكريمهم بقدر المستطاع. ليس على الشهيد أن يخجل من دمع أمه كما قال الشاعر، بل على من شن وتسبب في حرب خلفت وما تزال الآلاف من الأمهات الثكالى. الخجل أيضا مطلوب من مسؤولي السلطات الشرعية التي لا يبدو عليها تقديرا لتضحيات شباب أعادتها إلى العاصمة المؤقتة. فرحة ممزوجة بالدموع في هذا الحفل التكريمي لأمهات الشهداء في عيد الأم. المشهد مهيب هنا، فبعد عامين من الحرب ما زالت أقدس الدموع ساخنة على خيرة شباب عدن. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.